2013 est une année de transition, probablement, c'est-à-dire qu'on a vu des investissements se poursuivre, et on a vu notamment des investissements privés algériens se poursuivre. Ce qui intéresse, et l'un des grosses forces d'attractivité ou d'attraction de l'économie algérienne, est notamment l'existence du marché. استغلال الجزائر لاستراتيجية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية تبقى من الأولويات للاستفادة من الخبرات وتطوير الكفاءات المحلية. Il faut beaucoup plus, encore plus jouer la carte du fait d'interagir, donc d'être fort sur certains secteurs et d'être en partenariat sur d'autres secteurs. Et il faut construire sur ces points forts. Je pense que l'un des enjeux sur la prochaine décennie pour l'économie algérienne, c'est de voir les investissements se développer en Algérie, mais également de voir ces investissements s'orienter vers des investissements qui permettent aux entreprises algériennes de sortir à l'étranger, d'être elles-mêmes un point d'ancrage pour développer des investissements. إدماج مختلف القطاعات مع الشركات الأجنبية خطوة تبنتها الجزائر للنهوض بالاقتصاد الوطني ونفض غبار الركود الذي طال المؤسسات وسط آمال بمؤشرات اقتصادية أكثر انتعاشاً. تحتوي الجزائر على أكثر من 7000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إلا أنها تعاني الكثير من المشاكل، أهمها عدم وجود محيط اقتصادي مواتي للعمل، الأمر الذي ينعكس على مردودية المؤسسة بالدرجة الأولى وكذا الاقتصاد الوطني. راضية بن هباج وكمال جفال أعد التالية. ما تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من المحيط الاقتصادي غير المواتي، الأمر الذي يحول دون نمو الاقتصاد الوطني. L'une des grandes contraintes, ce sont les contraintes bien sûr de type bureaucratique et qui se résument surtout sur le plan fiscal et au niveau de sa relation avec l'environnement financier, mais aussi avec les autres acteurs, avec les autres secteurs des administrations en termes d'exigences, de réglementations toujours plus importantes qui donnent lieu à des dérives sur le plan administratif. Et qui sont préjudiciables au niveau des PME. العمل على مساعدة المؤسسات التي تعاني من مشاكل على مختلف الأصعدة هو الطريقة الوحيدة للحلول دون زوالها لتحاشي انعكاسات أخرى. قلنا les entreprises en difficulté عاونوهم ما تخلوهمش يموتوا عاونوهم اقعدوا معاهم اشركوا معاهم كونوا معاهم. علاش تخلي درج شركة اللي كاينة تخليها تموت؟ علاش؟ وش رايح تربح؟ تحط العمال الشوماج. تفعيل عجلة التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يكون دون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنتظر بدورها من السلطات كل الدعم إضافة إلى توفير الجو الاقتصادي الملائم. رغم إقرار وزارة النقل وجوب استعمال تقنية العداد في سيارة الأجرة، إلا أن العديد من سائقي الأجرة يضربون بهذه التعليمة عرض الحائط، وهذا لأسباب عديدة تتابعونها في سياق تقرير نسيم الوافي. يمتنع عدد كبير من أصحاب سيارات الأجرة بمدينة البليدة عن تشغيل جهاز العداد الخاص بتحديد السعر الحقيقي الذي على الزبون دفعه، بحجة أن تطبيق الأسعار المسجلة في العداد تقلل بكثير مداخلهم اليومية حسبهم. احنا ماشي المشكل في الكونتر، المشكل في التسعيرة. التسعيرة ما تساعدناش باش تقلع منا الجوانفيل مثلا ولا الزبانة ولا باب سبت طيح لك 800 في الوقت اللي كان الانسان الشهر يخلص مليون او يخلص ربعة الطاكسي ولا بالعكس نقصوا له التسعيرة. عندنا الضرائب، عندنا رخصة صغيرة السيارة تعجى خلصوها تفاهم مع الزبون بالسعر قبل ما تقلع تقول له التسعيرة تاعك يلا رضا يركب معك تقلع. اللي انت تعبى بتزاير هذه الان هذه تعبى بتزاير شحال السيب من كار يطلع لها؟ أكثر من 500 ولا 600 كار اللي السباع طالعة هابطة، هذا التاكسي كيف يخدم؟ كما رفض العديد منهم طلاء سياراتهم باللون الأصفر، حيث أن عدم استعمال العداد يضطرهم إلى طلاء مركباتهم، مما يصعب عليهم بيعها فيما بعد. نحبس وما نسبخهاش، يكون طوموبيل جديد نروح نخسرها أنا بالكاغد، ما تجيب لك السومة، تخلي لك كروسة تشريها ب 120 ولا 110 وتديها تي. وأمام كل هذه المعطيات، يوجه مجموعة من السائقين النداء إلى السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذه الفوضى التي تطبع هذا النشاط في أقرب الآجال.
إلى حوادث الطرقات، حيث تسبب انحراف حافلة لنقل المسافرين وقع ظهر الجمعة بالمنطقة السياحية كجدة بولاية البويرة، تسبب في جرح 33 شخص، البعض منهم حالته خطيرة حسب الحماية المدنية. وأوضح المصدر أن الحادث الذي وقع بالمنطقة السياحية لتكجدة على بعد 30 كيلومتر شرق البويرة نتج عن انحراف حافلة لنقل المسافرين بترقيم لولاية المسيلة، والتي كانت على الأرجح تقل زوارا للمنطقة، وقد تم نقل الجرحى منهم من هو في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة. أيضا عرف طريق الولاية رقم 2 الرابط بين مدينة فرندا وعين كرمس بولاية يارت عرف حادث مرور جراء انزلاق شاحنة بسبب الأمطار المتساقطة واصطدامها بسيارة من نوع هيليكس، حين أدى هذا الحادث إلى جرح 4 أشخاص من بينهم شيخ وامرأة. أصيبوا إذن على مستوى الوجه والأيدي جراء تناثر زجاج السيارة، تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بن سينا بفرندا حيث وصفت حالتهم بالمستقرة، فيما سجلت خسائر مادية خاصة في السيارة التي كان على متنها الأشخاص. مهنة حراسة السيارات لم تعد تقتصر فقط على الشباب العاطل عن العمل، بل أصبحت تستقطب كذلك الجنس اللطيف. مريم فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، يتيمة الأبوين، اختارت من هذه المهنة مصدر رزقها بعد أن انغلقت جميع الأبواب في وجهها. محمد شوقي علاك وسمية الوافي أعدوا لنا هذا البورتري. مريم صاحبة 26 ربيعا ممن لم تبتسم لهن الحياة، اتخذت من مهنة حراسة السيارات مصدر رزق لأعالة عائلتها منذ أكثر من 6 أشهر، خاصة بعد وفاة والديها. نوض على 6:30 صباح نخدم باركينج، عندي 6 شهور وأنا نخدم عكايا، مي مرقيت والو، نخدم في سطورو شينوا من بعد غلق 9 شهور وانا اخدم عنده ومن بعد صيبه. تقف مريم في زاوية من شارع ديدوش مراد طمعا في الحصول على لقمة العيش، الى ان تجود عليها الظروف بوظيفة تغير حياتها ووضعها الاجتماعي. من داك نرقى في الليل كراسي سرقوهم وانا فنان نخدم ونقولهم بلي 6 نحبس 6 تاع العشية صيبه. معليش هكذا ولا اكثر اكثر خرب حتى كش ما يبان كش خدمة هكذايا وخلاص. معليش يقلقوني يجينوني معليش كل شيء يجوز. شحال 3000 2000 فراك من داك كل واحد كيفاش يمدلو. شحال نخرج 61 50، مي على بالي بلاد الخدمة مايش دايما مي. ماذا يمكننا أن نفعل في حق هذه الفئة من المجتمع؟ هل نكتفي بالقول أنها حل مؤقت لمحاربة الفقر؟ أم نقف وقفة تأمل بل صراخ توقف زحف اللامبالاة والفشل؟ إلى دولياتنا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش أن الحصار المفروض على قطاع غزة يعتبر عقابا جماعيا للضغط على الشعب الفلسطيني، داعيا خلال تصريح لمراسلنا في غزة الجامعة العربية بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والمفروض منذ قرابة 7 سنوات. يعني استمرار الحفاظ الحصار على قطاع غزة يعتبر عقابا جماعيا لأبناء الشعب الفلسطيني غير مبرر وليس له أسس قانونية أو إنسانية، وهو أداة بيد الغرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني لاستجابة لشروط الاحتلال الصهيوني في التسوية السياسية ومعاقبة الشعب على انتخاب حركة حماس. لذلك نحن ندعو إلى رفع الحصار، إلى فتح المعابر، وإلى تقديم الدعم الكافي لهذا الشعب لكي يواجه هذه الكارثة الإنسانية التي يعني خلفت أو ربما جاءت وحلت بعد سقوط الأمطار بشكل غزير. نحن مطالبون اليوم، والأمة مطالبة بالتحديد بالذات الأمة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بفتح المعابر وتقديم الدعم لهذا الشعب لكي يصمد في وجه المحتل الإسرائيلي. من غير المعقول أن يكون حصار وعدوان وأيضا ترك وعدم مسؤولية من قبل صناع القرار في العالم العربي والإسلامي.
لا يزال القمع المغربي يمارس سياسته التعسفية في حق الشعب الصحراوي، فقد شهدت مدينة العيون المحتلة خروج متظاهرين صحراويين مطالبين بالكشف عن مصير 15 شابا تعرضوا للاختطاف منذ ديسمبر 2005، فرد أزلام المخزن بهمجية كبيرة. مزيد من التفاصيل في تقرير سيد أحمد هديبل. مصير 15 شابا صحراويا تعرضوا للاختطاف منذ ديسمبر 2005 دفع العائلات الصحراوية للخروج والتظاهر سلميا في مدينة العيون للمطالبة بالكشف عن مصيرهم، لكن قوات القمع المغربية تدخلت كعادتها بشكل همجي مخلفة عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين. ظاهرة الاختصال القسري هي جريمة تكيف كجرائم ضد الإنسانية وفق الهيكل العالمي الحقوقي، خاصة أن هناك اتفاقية عالمية للأمم المتحدة حول ظاهرة الاختفاء القسري. والنظام المغربي قام بانتهاك هذه الاتفاقية منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 75، حيث قام باعتقال أكثر من 1000 شخص. تصرفات تكشف عن سياسة المغرب الإجرامية التي يطبقها على شعب مسالم يبحث عن مصير المختطفين الصحراويين، خصوصا بعد اكتشاف المقابر الجماعية ومنها بامغالا، كأكبر دليل على سياسة الإبادة التي انتهجتها الدولة المغربية ولا تزال تنتهجها. استطاعوا نهاية هذه السنة أن يكتشفوا مقبرتين جماعيتين قرب جدار الاحتلال المغربي. هاتين المقبرتين تضمان أكثر أو بالتدقيق 8 حالات وجدوا في مقبرة جماعية. وبهذا تبقى معاناة الشعب الصحراوي الذي يطالب بتطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة والمضي نحو تحقيق المصير. انتعشت سياحة الصحراوية خلال سنة 2013، حيث عرفت توافد أزيد من 20,000 سائح جزائري، وهذا بعد التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الحكومة لتشجيع السياحة الداخلية وتمكين الجزائريين من التعرف على الإمكانيات الطبيعية الكبيرة التي يزخر بها جنوبنا الكبير. تفاصيل أكثر في تقرير كامل جفالة. عرفت السياحة الصحراوية انتعاشا كبيرا خلال 2013، حيث شهدت المناطق السياحية بالجنوب إقبال أزيد من 20,000 جزائرية. عندنا في الشهر ديسمبر هذا 1000 مواطن أي سائح جزائري، فيهم أول 300 سائح جزائري راحوا أولا في الأسابيع الماضية إلى طمن راس. في 2012 كان عندنا 5,000 طالب للسواح الجزائريين. العام هذا حتى إلى يوم 30 نوفمبر عندنا 20,000، قم التضاعف 4 مرات. إمكانيات كبيرة وضعتها الدولة تحت تصرف كل جزائري يرغب في التعرف على الصحراء الجزائرية قصد إرساء ثقافة السياحة الداخلية وتشجيعها. المواطن الجزائري أصبح عنده وعي وحسي وحس سياحي. نريد أن نجلب المواطن الجزائري أن يقضي العطلة السنوية في بلاده للتمتع بالمؤهلات السياحية التي تزدخر بها الجزائر فيما يخص مؤهلات طبيعية أثرية ثقافية إلى غير ذلك، لكن احنا في نفس الوقت لازم نلبي طلبات هذا المواطن الجزائري. وفي ظل المؤهلات الطبيعية التي تكتنزها الصحراء الجزائرية التي تعد من أجمل الصحاري في العالم، إضافة إلى الإمكانيات المتوفرة حاليا، لم يبقى أمام محبي الاستكشاف سوى التوجه إلى الجنوب للتمتع بالمناظر الخلابة. ختام الحصاد لكم تذكير بالعناوين. انحراف خطير للأوضاع في غردية بعد تصاعد المواجهات، والأعيان يدعون للتعقل وضبط النفس. الوزير الأول يرد على منتقديه في زيارته إلى جالما ويعترف بأن الحكومة أخطأت في بعض الملفات. ونقلنا لكم في الحصاد، نساء يدخلن عالم حراسة السيارات في شوارع بعد أن كان حكرا على الرجال. وكما تابعتم أيضا ترقب انتعاش السياحة الصحراوية مع نهاية السنة بعد التسهيلات الحكومية.
شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، في أمان الله. السلام عليكم.